اخر مشاهدينا اهلا بيكم يوم جديد وفقره جديده دايما مميزه من طبيب الحياه. شكل الاسنان ومظهره من الحاجات اللي بتميز جدا شكل الاسنان وكمان ابتسامته، وللحصول على ابتسامه جميله لابد من وجود اسنان سليمه. النهارده هنتكلم عن زراعه الاسنان وكمان هنتكلم عن التكنولوجيا المستخدمه في زراعه الاسنان وازاي اصبحت زراعه الاسنان هي الحل الامثل لتعويض الاسنان المفقوده وكمان المكسوره. هيكلمنا في كل ده ضيفنا اللي منورنا الدكتور نبيل السباي، حاصل على الزماله الدوليه لزراعه الاسنان وعضو المنظمه الامريكيه لطب الفم والاسنان وحاصل على ماجستير اداره المستشفيات. دكتور نبيل اهلا بيكم، منور. دايما بتقدم لنا كل جديد عن زراعه الاسنان. ميرسي. في البدايه هنتكلم عن كل ما يخص زراعه الاسنان، ولكن في البدايه دكتور، زراعه الاسنان بتصلح لاي مريض؟ هو طبعا بص اقول لك حاجه، هي زراعه الاسنان يعني في الكتب ليها كونترا انديكيشنز. كونترا انديكيشنز دي بمعنى ان في حالات ممنوع ليها استخدام زراعه الاسنان، وهي الحالات الكريتيكال او الحالات اللي هي اصلا انا كطبيب اسنان ما رضاش اشتغلها بسهوله لان هي حالته الصحيه لا تسمح باجراء عمليه. خلاص احنا بنرجع نقول برضو انها مش عمليه، يعني عمليه هي بتسمى مايكرو سيرجري. مايكرو سيرجري دي في مجال طب الاسنان بمعنى عمليه مصغره، فاذا كان المريض يقدر يخش تحت المايكرو سيرجري دي بدون مشاكل اوكي. اذا كان عنده مشاكل دايما بنضطر نلجا، يعني اي مريض قلب مثلا باجي اقول له انا عايز ورقه من طبيب القلب بتاعك ان انت تسمح ان انت تقدر تعمل زراعه اسنان. مريض السكر لازم يبقى كنترول، لازم يبقى محافظ على السكر بتاعه، حاجات زي كده كتير بضطر اطلبها قبل ما اعمل او اعمل انفستيجيشنز او تحاليل واشعاعات عشان قبل ما اشتغل ابقى عارف انا بشتغل مع حاله عامله ازاي. طبعا دي اهم حاجه عندي، ان انا هو داخل يعمل حاجه تعويضيه الاسنان ناقصه مثلا، مش عايز ادخله في مشكله اكبر، فلازم اكون مخلي بالي كويس جدا من اللي انا هعمله ويكون محافظ على المريض قبل ما اكون ده الهم، يعني ده اهم حاجه ببص عليها اول حاجه بعملها. تمام. طب يا دكتور، هل يؤثر عمر المريض على زراعه الاسنان؟ يعني بيفرق معاك عمر المريض هنا في زراعه الاسنان؟ يعني قصدك مثلا لو حد مثلا صغير او كبير ممكن؟ طبعا. بص اقول لك حاجه، احنا ما بيفرقش معايا عمر المريض، انا بيفرق معايا حاجه مهمه قوي. انا دايما بقول احسن حاجه لزراعه الاسنان هي الايميديت امبلانت. الايميديت امبلانت يعني اخلع وازرع في نفس اليوم. ليه؟ لان ده بيبقى اكتر حته اسمه فريش سوكت او المكان اللي هتحط فيه الزرعه مهيئ ان هو يعني يتم فيه زراعه الاسنان. بالزبط. او زرعه الاسنان ربنا خالق الجدر جوه العظم، وبالتالي لما بيبقى جوه العظم بيبقى محافظ على شكل العظم. يعني ايه محافظ على شكل العظم؟ يعني انا النهارده مثلا حاله كانت عندي، حاله مثلا عندها 23 سنه خلاص، كانت مشكلتها انها خلعت كل اسنانها وركبت طقم، صغيره جدا على موضوع الطقم ده، ولكن لما خلعت كل اسنانها حصل مشكله تانية. سيبك من الطقم او مش طقم، مش دي المشكله، مشكله انا اللي بتواجهني ان الحاله دي فقدت عظمها، يعني عظمها اصبح رفيع جدا وقصير جدا، علشان كده مش قادر احط فيه زرعه. تمام. فاضطرينا نعمل حاجه اسمها بون جرافت او زراعه عظم الاول علشان اهيئ المكان لزراعه العظم، وبعد كده لما في يتم فيه زراعه الاسنان. يعني حضرتك بتفضل ان يكون يعني الخلع ورا على طول زراعه الاسنان عشان العظم بيكون طري؟ بالظبط. يعني حاله بكلمك عليها عندها 23 سنه، مش سنها مش كبير، ولكن عظمها كان لا يسمح بوجود زراعه اسنان. فهي المشكله مش في السن على قد ما هي انا خلعت وسبت سنتي مخلوعه قد ايه عشان افكر ان انا ازرع سنان. طب دكتور، احنا دلوقتي هنروح لنقطه تانية اللي هي الحالات اللي حضرتك يعني المناسبه لزراعه الاسنان. احنا طبعا كل المشاهدين بيحبوا يشوفوا ويسمعوا، احنا طبعا معانا صور كتير، بس احنا عايزين نتكلم عن الحالات اكتر. بص اقول لك حاجه، هو دايما احنا كنا كل حلقه بنتكلم ايه الحالات اللي هي هتلاقي مريض السكر اللي بيفقد اسنانه نتيجه اللخلخه اللي في الاسنان ان هو مش مظبط. تاني حاجه الاهمال، لو كنا فاكره الصور اللي وريناها في الاستوديو قبل كده بتاعت الاهمال اللي هو الراجل اللي اسنانه كلها مسوسه، وكانت حاجه كمان اللي هي التروما او الكسور اللي بتحصل نتيجه مشكله خبطه في السن او حاجه، دي برضو حالات بتحتاج لزراعه اسنان. حالات كتير قوي بتحتاج لزراعه اسنان. انا فقدت السن وخلعتها من زمان، فشل حشو عصب، ان انا عملت حشو عصب ورجع تاني عمل خراج والمشكله دي كلها، ده طبعا 100% انا بقوله محتاج زراعه اسنان. لسه كان في بيبر بقراها، يعني طبعا انا ما اقدرش اعممها، ولكن ابتدينا نقول الترند الجديد ان انا النهارده حشو العصب تمام هو اصبح يعني بيقول، يعني في قريناها كلنا على الفيسبوك مثلا، ان فعلا ان في 98% من مرضى السرطان اكتشفوا ان هم عندهم حشو عصب. دي بيبرز دي مش شرط تكون حقيقيه، ولكن في ناس بقالها فتره كتير قوي شغاله في الموضوع ده ان هي بتحاول تثبت ان حشو العصب لو نجح كان بها، لو فشل لا شيله. يعني حشو العصب، عملنا حشو عصب لسنه والموضوع مشي كويس بيبقى في احتمالات ليه تانية.
بالظبط كويس قوي سيبه خلاص. هو البروجنوز بتاعه 7 سنين طلع وحش وعمل مشكله ريكارنس وعمل تاني خراج وعمل نفس المشكله مشيله. خلاص المنطقه دي اسمها بوني انفكتد خلاص العظم هنا مصاب ومهما هتعمل حشو عصب ولا بالظبط لازم بقى ان هو تعمل حاجه اسمها ميديت امبلانت انا بخرع الدرس اللي بايظ دوت واحط مكانه زرع ده بيبقى نتيجه طبعا احنا عارفه احنا منين نعمل حشو عصب بنعمله ليه بنعمله لان التسوس وصل للعصب خلاص فانا بنظف التسوس وغصب عني طالما هنظف التسوس اللي وصل للعصب فانا هفتح العصب فبالتالي لازم العصب نموته ونشتغل حشو عصب خلاص. طب التسوس لو وصل جوه في الجذور خلاص ملوش حل لازم يتخلع الجدر ويتحط مكانه امبلانت في ساعتها. هو ده الترند او ده يعني احنا كاطباء ما حدش فينا بيبص على انا عايز اطلع المريض من هنا مبسوط وبس انا عايز المريض يعيش اطول فتره ممكنه باللي انا عامله مبسوط بيه وده اللي بنسميه في المجال الطبي حاجه اسمها البروجنوزز. البروجنوزز اللي هو نسبه نجاح اللي انا هعمله ده قد ايه فاهم قصدي. فطبعا الموضوع نسبه النجاح ده انا ببقى مهتم بيه جدا ان انا ادي اعلى نسبه نجاح والفتره اطول فتره ممكنه. طب عمر الافتراضي بيبقى قد ايه دكتور تقريبا لزراعه الاسنان دي؟ احنا بنتكلم عليها انها مدى الحياه. كل شركات زراعه الاسنان بتدي مش كلها طبعا خلينا نكون صراحه بس يعني التوب بتوعهم خلاص بيدوا ضمان مدى الحياه على زراعه الاسنان على اللي هم الدنتال امبلانت وبيبقى دايما معظم شركات برضو بتقدمه وورد وايد يعني عالمي ضمان عالمي على الزرع اللي هو عاملها بالسيريال نمبر بتاع الزرعه. ده بيبقى طبعا حاجه يعني مهمه جدا للدكتور ان هو بيبقى مرتاح نفسيا لو لا قدر الله حصل اي حاجه الشركه بتستبدل الزرعه. نفس الكلام المريض بيبقى برضو ساتسفايد انا عارف ان انا مش هدفع حاجه تاني او هعمل حاجه تاني او هدور نفسي تاني او حاجه زي كده عشان حصل مشكله. فموضوع الضمان ده بيبقى دايما اللي هو يعني الذكي فيه مش العيان الدكتور هو اللي يعرف يختار الشركه اللي يقدر يشتغل بيها للمريض يعني بتاعه. يعني انت من خلال يا دكتور حضرتك من خلال المركز حضرتك بتدي ضمان للمريض طبعًا بيبقى معاك طبعًا يعني بيفضل معاك على طول وحضرتك بتتابعه على طول بس باستمرار تمام بالظبط. الفكره في حاجه الفكره ان انا النهارده انا عايز ادي المريض احسن خدمه خلاص. انا شطارتي ان انا اعمل عمليه كويس وشطارتي التانية وذكائي ان انا اختار نوع الزرع المناسب الكويس المحترم من شركه محترمه عالميا مش مصريه عامه عشان اقدمها للمريض. هي دي اهم حاجه عندي. طب دكتور احنا كنا عايزين نتكلم برضو في نقطه تانية. في عند حضرتك مثلا حالات او في جسم ممكن يرفض زراعه الاسنان؟ بصي زي ما احنا شايفين في الصوره دي الصوره دي بتورينا ايه؟ بتورينا شكل الزرعه وسط السنان الطبيعيه. زراعه الاسنان دلوقتي بتتم بماده اسمها تايتانيوم مش الستانلس ستيل اللي كان زمان بنسمع عنها اصلا الزرعه جسمي رفضها والكلام ده كله لانها كانت زمان مصنعه بماده اسمها ستانلس ستيل او بمعنى اصح اللي متصنع منها الشوك والمعالق والسكاكين فطبيعي ممكن الجسم يرفضها. التايتانيوم دي ماده نوبل بمعنى انها بايو كومباتبل. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجسم ما بيقراهاش. عارفه انت مثلا جهاز الكمبيوتر بيبقى عليه انتي فايروس لما يخش عليه فيروس الكمبيوتر الانتي فايروس يلقطه. لا ده بقى حاجه يعني زي ما تقولي كده ماده الجسم عمره ما يتعرف عليها وبالتالي ما بيتفاعلش معاها. دي الماده اللي بيستخدمها دكاتره العظام في الشرايح لسه اقول حضرتك في المسامير هي بتبقى نفس الماده كده طبعا الماده دي بايو كومباتبل يعني بتستخدم عالميا طبعا دلوقتي. بس هي يعني الفرق بين شركه وشركه في حاجه فيها ان ازاي الشركه تقدم الزرعه دي بتايتانيوم نسبه تايتانيوم وكواليتي عاليه وفي نفس الوقت تعقيمها يكون يعني موازي للبروتوكولات العالميه. يعني ايه بروتوكولات عالميه؟ النهارده انا عشان اعمل زرعه خلاص كشركه عالميه انا محتاج فيه بروتوكول عشان امشي عليه. ده مش اي شركه تقدر تمشي عليه. دي شركات محترمه ومعينه هي اللي بتقدر تمشي على البروتوكول ده عشان تقدم لي زرعه تعيش مدى الحياه مع المريض. تمام. زي ما ذكرنا في الانترو ان الحل الامثل لتعويض الاسنان المفقوده وكمان المكسوره هي زراعه الاسنان. ايه بقى يا دكتور مميزات زراعه الاسنان عن التركيبات الثابته المتحركه اللي احنا دايما بنسمع عنها ان ما فيش مثلا بيبقى في دكاتره ما عندهمش حته يعني ايه التميز في زراعه الاسنان فبيروحوا يعملوا حاجات تانية طبعا المرضى بيشتكوا منها. فاحنا عايزين النهارده نعرف من حضرتك ايه مميزات زراعه الاسنان. بص هقول لك حاجه دلوقتي تعالي نتخيل حاله اوكي عندها سنه في الوش ناقصه خلاص وجي العياده لو في قدامه راح عيادتين عياده قال له انا هعمل لك في مكان السنه اللي في الوش دي مثلا زراعه وعياده تانية قالت له انا هعمل لك كوبري. طيب هو اللي هيعمل كوبري هيعمل ايه؟ اللي هيعمل كوبري هيجي بارد السنتين اللي على يمينها وعلى شمالها وهيعمل كوبري قطعه واحده اللي هو بيسموه بريدج دنتال بريدج بيبقى ملحوم في بعضه تمام. ولكن الفرق بينها وبين الزرعات ان هم بيبقوا يعني دي 3 يونت دي انديفيديوال. الزرعه بتبقى انديفيديوال. لو بصيتي على الصوره دي هتعرفي الفرق ان على اليمين ان هو العياده اللي اختارت انها تعمل الكوبري برد السنان وصغرها طبعا هنا ضر اسنان سليمه ملهاش اي ذنب ما كانش فيها مشكله عمل لها يعني هيخلي عينها يعني بعد كده من حساسيه تحويش اكل. ساعات بنشوف كمان
حالات بتحتاج انها تعمل حشو عصب نتيجه ان حصل تراكم اكل والسنه اللي تحت الكوبري سوست وحصل مشاكل فيها خراب، الكلام ده كله بنسمع عنه. غير كده اي حد مركب كوبري هتلاقيه بيقول لك بيجمع اكل وطعم بقي وريحته وحشه والكلام ده كله. الترند بقى ان احنا بنتكلم عليه اللي هو الجديد هي زراعه الاسنان، ان انا النهارده عندي سنه ناقصه، انا يعني سو سيمبل ان انا احط جدر. هو السن عباره عن انا شايف سناني، كنت شايف اسناني، احنا شايفين اللي هو الكراون او اللي هو الجزء الخارجي، ولكن ما جوه العظم واللثه اللي هو الروت او الجدر ده بنيجي نخلع السنه بنخلعه. فاحنا لما يجي نعوض سنه هنضطر نحط جدر صناعي اللي هو الدنتال امبلانت زي الصوره اللي على الشمال، وبعد كده بحط عليها كراون واحد خلاص. ده يديني بقى فرصه ان انا اقدر استخدم الخيط الطبي او الدنتال فلوس انظف بين السنان اللي هي اتعوضت والسنان اللي حواليها. ده بيبقى متاح في زراعه الاسنان، ما بيكونش متاح طبعا في التركيبات الثانيه. الثانيه بتبقى ملحومه قطعه واحده، فطبيعي خلاص طبيعي مش هقدر ادخل بينها خيط وكده. تمام. من وجهه نظر حضرتك يا دكتور، ليه بعض الدكاتره بيستخدموا التركيبات الثابته والمتحركه مع ان الزراعات هي الافضل لتعويض الاسنان؟ هقول لك حاجه، هو طبعا يعني خلينا نقول مش كل النهارده حد يعني، او هو طبيعي اي دكتور اسنان بياخد في الكليه بتاعته فكره عن زراعه الاسنان خلاص. النهارده الدكتور ممكن يكون على فكره مش طبيب اسنان بس، اي طبيب ممكن في دكتور يقف لحد المعلومه اللي هو اتعلمها ويشتغل بيها خلاص. وفي دكتور بيقدر يطور من نفسه وياخد كورسز وياخد زمالات وياخد دبلومات ويعرف يطور في نفسه كل شويه ويعرف ازاي الناس بره بتشتغل، او يكون متخصص في الحته دي طبعا. ليه بقى؟ هي فكره حتى ما انت انا لوحدي اتخصص النهارده، انا برضو انا بقف عند الحته بتاعت انا النهارده اتعلمت بس تمام وكل حاجه حلو، هل انا هقف على انا اتعلمته؟ يعني انا مثلا بشوف ناس نماذج الناجحه لحد النهارده هو بيقعد في محاضره، يعني ممكن يبقى عنده 50 و60 سنه قاعد في محاضره بيتعلم. ليه؟ لان النهارده كل دكتور ممكن هو شغال يكتشف تريكه صغيره. التريكه دي انت لما بتقعدي في مؤتمر او محاضرات تسمعي التريك دي انت بتستفادي وبتفيدي العيان بتاعك. فهي الفكره ازاي الدكتور يقدر يلم اكبر نوليدج يقدر يعني يحولها ان هو يشتغلها في البراكتس بتاعه في مجاله ويفيد بيها المريض بتاعه. تمام دكتور، المده اللي المريض بينتظر ان حضرتك بعد ما بتركب التركيبات يعني بيبقى عادي بيقدر يمارس حياته بشكل طبيعي وبياكل بشكل طبيعي؟ بالظبط. طيب بصي الصوره ديت، احنا الصوره دي بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم المنطقه ديت فيها سنه ناقصه، انا حطيت زرعه تمام. هنا هوت لو بصينا على الصوره اللي على اليمين ديت الماوس اهو بيشاور على في زي حاجات زجزاج كده في الزرعه زي ما احنا شايفينها تمام، شايفاها؟ الثلاث شهور دول احنا بنستناهم ليه؟ لحد ما العظم ينمو جوه الفراغات دي جوه الحتت اللي هي الزرعه دي خلاص. لما العظم يلحم في الحتت دي ويخش جواها وينمو جواها اصبحت الزرعه دي جزء من العظم يقدر يتم التحميل عليها على طول بيرمننت. بيرمننت يعني ايه؟ خلاص مدى الحياه، تعيش معاها على طول. بالظبط. يبقى انا النهارده لما اعمل الزرعه لازم استنى 3 شهور علشان اعوض عليها الكراون علشان اقدر احط عليها الكراون. يعني حضرتك بتحط حاجه كفر او تركيبات لحد ما ايه بعد 3 شهور. طيب. تمام. خلال الثلاث شهور دول طبعا انا مش بسيب المريض كدهوت من غير سنه، بالذات في ناس بتيجي السنه اللي قدام عايز يعوضها في الوجه. فطبعا مش هقدر امشيه بسنه ناقصه في الوش. تمام. فطبعا بنضطر نعمل حاجه اسمها تمبري كراون. التمبري كراون ده عباره عن تركيبه مؤقته خلال الثلاث شهور، يعني هو الثلاث شهور اللي هو بيستنى فيهم الالتئام العظمي او الاوسيو انتجريشن احنا بنعمل تركيبه مؤقته تعوض له السنه دي شكلا بس، طبعا مش فانكشنال يعني ما يقدرش ياكل بيها بس هي شكل خلاص. دي خلال الثلاث شهور. بعد كده بنركب عليها الكراون اللي هو الزيركونيوم بيبقى مدى الحياه خلاص، يقدر ياكل عليه يشرب عليه شكله كويس كل حاجه كويسه فيه. نروح بقى يا دكتور لزراعه الاسنان ونعرف من حضرتك ازاي بيتم زراعه الاسنان. طيب اولا انا اكلمك مثلا، تعالي نحكي قصه كده اهوت. انا النهارده جالي حاله تمام، اول حاجه بفكر فيها العيان يعني هعرف منه طبعا في فايل عندي بيملاه بره، والله مشاكلك الصحيه سواء سكر ضغط قلب اي حاجه الكلام ده كله بيملاه، مشاكل حساسيه من حاجه معينه الكلام ده كله انا بنقراه. لو بنحتاج انفستيجيشن او بنحتاج تحاليل معينه بنطلبها منه قبل ما نشتغل تمام. بعد كده بنطلب الاشعه المقطعيه اللي هي ال 3 دي سي بي سي تي، دي نبتدي نشتغل عليها بقى. دي اهم حاجه في مجال طب الاسنان. بمعنى ايه اهم حاجه في مجال طب الاسنان؟ انا النهارده بيجي يعمل اشعه مثلا، الحاله دي اللي هنشرحها النهارده دي عباره عن فك كامل تحت ما عندوش ولا سن خلاص. احنا قررنا هنحط له 6 زرعات، فقدرت احدد طبعا بالاشعه المقطعيه مكان العصب اللي هو بنسميه تروجينيال نيرف، نقدر نعرف ان هو الانفيريور الفينال نيرف ماشي البرانش بتاعه ماشي منين تمام، ونقدر نحدده. ليه نقدر نحدده؟ علشان هنا وقت الزرعات لو حصل لا قدر الله يعني لمست حته من العصب ده العين بيحس بتنميل مدى الحياه خلاص. فطبعا هنا مهم جدا ان انا اقدر احدد مكان العصب في الجزء السفلي بالذات. دي مهارة حضرتك بقى، دي ده يعني البراكتس بتاعك طبعا. تقدري تحدديه وتقدري تعرفي انت هتحطي فين الزرعه بتاعتك خلاص علشان ما تعمليش ضرر للمريض.
بعد ما حطيتي التريتمنت بلان او الشكل بتاع الست زرعات خلاص قررت انت هتحطيهم، بنبتدي نشوف بقى الكروس سكشن. الكروس سكشن ده اللي هو ايه مثلا؟ اللي هو مثلا في الحته في الزرعه دي انا النهارده قررت ان انا هحط الزرعه في العظم في المكان الفلاني ده، فابتدي اشوف بقى ان هو زي ما انت شايفه كده اقدر اظبط شكلها. اه لا انا محتاجه تخش بالانجل دي هنا، هو انا محتاجه ازود الدايمتر بتاعها، محتاج الزرعه ممكن تبقى يعني نوصل لعرض 4.5 مثلا في طول 12 تمام. فما احط الزرع اه لا هنا طولها مناسب انا هخش بالانجل دي، فانا قررت ان مكان الزرع ده هيخش بالانجل دي، فمش محتاج ان اعمل فتحه كبيره ولا اشتغل عشان اعرف اشتغل وعشان اشوف شكل العظم من قبل ما ابتدي العمليه. هنا احنا بنعمل حاجه اسمها فيرتشوال، يعني ايه فيرتشوال سيرجري؟ يعني احنا بنيجي نتفرج نعمل عمليه على الكمبيوتر زي ما قلنا قبل كده، ابتدي اتفرج على شكل العظم بتاع المريض، شكل الزرعات قريب من العصب ولا مش قريب، 3 دي بقى هنا وشكل الزرعه وطولها وشكلها جوه العظم، الكلام ده كله بيبان لي هنا اقدر اتحكم فيه واعمل العمليه قبل ما اخش للمريض. هنا المريض استفاد بحاجتين، اول حاجه قلل وقت العمليه لان الدكتور خلاص هو داخل عارف هو هيعمل ايه، هو عمل العمليه على الكمبيوتر قبل ما يشتغل في بقه، فبالتالي هو داخل هيعمل بس شويه خطوات بروسيدجرز معينه عشان ينفذ اللي هو عمله. تاني حاجه الفتح اللي هو بيبقى في اللثه الكبير اللي كنا بنفتحه وننزل اللثه كلها ونشتغل بيه زمان ده، لا خلاص ده اتلغى، احنا ممكن بنفتح حاجه اسمها بانش، حاجات صغيره جدا عشان ندخل منها الزرعات نقدر نشتغل بيها حتت صغيره، والعيان بيمشي في نفس اليوم طبعا خلال ساعه. ممكن احنا يعني عمليات اللي هي بتبقى الفول ارش دي بتبقى في خلال ساعه او ساعتين، يعني الوقت بيبقى حوالي ساعه يا دكتور بالظبط. ده بتكلمك في ايه؟ في فك كامل يعني، لكن لو عمليه مثلا زرعه واحده لا ما بتكملش ربع ساعه تلت ساعه. في ناس كتير يا دكتور رابطه عياده الاسنان بالرعب او بالذعر او مثلا طبيب الاسنان ده الحاجات اللي كانوا طبعا ايه زمان قبل التكنولوجيا قبل التقنيات الحديثه. احنا دلوقتي بنتكلم عن زراعات الاسنان، هل هي مؤلمه يا دكتور؟ طيب هي زي ما انا قلت لك انا في حاجه اسمها سايكولوجيكال بين. سايكولوجيكال بين ده اللي انا ما بحبوش قوي، اللي هو العيان اللي هو موجوع نفسيا يعني اللي هو مجرد قاعد على كرسي السنان ويعني الدكتور جاي هيديله مثلا بنج مثلا، ده لا 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 انا خايف انا موجوع، هي حاجه مرتبطه في ذهنه معينه هو خايف كده خلاص نفسيا، هو موجوع نفسيا احنا بنسميه موجوع نفسيا، انت قبل ما انا اشتغل انت موجوع. فطبعا الحالات اللي زي دي بتبقى يعني ايه مشكلتها دايما بنقولها، يعني بشوف اهل معاهم اولاد وجايين يعملوا اسنانهم بقول له ارجوك لما تيجي تخوفه ما تقولوش انا هوديك للدكتور تاخد حقنه، لان هنا هو بيربط مشكله كبيره تاريخ بقى بيعمل تاريخ بالظبط، هو بيعمل له تروما نفسيه. والله بكلمك جد التروما النفسيه دي تفضل معاه مدى الحياه، ان هو يفضل قاعد خايف من كرسي السنان، توصل معاه الاهمال سنانه، توصل معاه ان هو يضطر يخلع كل اسنانه. فهي المشكله كلها في الاول، من الاول حببي ابنك في دكتور السنان، حبب بنتك في دكتور السنان. لا احنا كمان بقينا عندنا ثقافه الاهتمام بالاسنان وان احنا مش رايحين نخلع او كده، احنا رايحين نجمل اسناننا، رايحين يبقى في شكل او ثقه اكبر كمان. بالظبط تمام بالظبط، وهي الفكره كلها الموضوع في الاسنان اختلف كتير قوي عن زمان. كان زمان طبعا انا وريتك صور قبل كده التاريخ بتاع زراعه الاسنان كانت شواكيش وحاجات كده، وده دلوقتي الموضوع ابسط من كده بكتير، التولز نفسها بقى فيها تقدم جدا والتكنولوجي سهلت على الدكتور وعلى المريض حاجات كتير جدا تخليه ينجز شغله في اقل وقت باقل يعني بقالة روما أقل وجع يعني بمعنى أصح. بما أن حضرتك متخصص في زراعات الأسنان، هل يا دكتور بقى بيتم كل عمليات زراعة الأسنان بنجاح ولا في حالات أنت حضرتك مثلا بتستبعدها عن زراعة الأسنان؟ تمام بص هقول لك حاجة، هي الذكاء الدكتور هنا هو إن هو إزاي يختار الحالة من الأول. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا عندنا حاجة عالمية نسب عالمية في نسبة نجاح زراعة الأسنان اللي هي 98%. تمام 98% دي مش يعني هما مش قالوا 98% من الأول وخلاص، 98% دي جت بناء على بيبرز وايفيدنس. ايفيدنس بمعنى ايه؟ النهارده لما تيجي تكلمي في اي حاجه اي شغل الطب يعني يقول لك وريني الايفيدنس. الايفيدنس دي اللي هي الاحصائيات، يعني انا النهارده العياده دي تم فيها كام زرعه، فشل فيهم كام زرعه، نجح فيهم كام زرعه، خلاص وهكذا. يبتدي يعمل ايه احصائيه على عيادات في القاهره مثلا، بعد كده مصر، بعد كده طبعا الكلام ده مش بيتم قوي في مصر بس هو بره عالميا بيتم النسب دي بمعنى اصح. فاحنا النهارده عشان نحافظ على النسبه 98% الدكتور مش مجرد ان هو بيحط يلا اي حاله خش اعمل زرع تمام، لازم يبقى عارف يعمل حاجه اسمها كيس سيلكشن. كيس سيلكشن يعني انا النهارده من وجهه نظر انا بخبرتي هقدر اعرف الحاله دي ينفع مع زراعه اسنان ولا دي هيحصل لها فيلير. من الاول انا ببقى عارف يعني انا من اول كدكتور عارف الحاله دي ممكن يحصل لها فيلير ابعد عنها. فاهم قصدي؟ اقول له ما ينفعش، المريض بتقول لك بيقول له ما ينفعش دلوقتي زراعه اسنان، انت محتاج كذا 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 عشان تقدر تعمل زراعه اسنان. في الحالات اللي هي الكيس الاكشن دي بالذات اللي هي بنرفضها من الاول بيبقى 100% العيان محتاج الاول زراعه عض، بعد كده يقدر يعمل بعد 3 شهور زراعه اسنان. زراعه الاسنان فدي شطاره الدكتور، وان هو يبقى صريح مع المريض بتاعه ازاي يقدر يختار الحاله ويوفر له التريتمنت بلان الصح اللي تديله في الاخر الريزلت اللي هو كان المريض عايزه من الاول. تمام هنروح نشوف تقرير ونرجع مره ثانيه. We'll be right back.
تمام. النهارده احنا عايزين نشرح للناس الاول قبل ما نبتدي ايه فكره عمليتك النهارده وايه مشكلتك. فاحنا كنا النهارده بنشرح على الاشعه المقطعيه. في ناس كتير كانت بتسال يعني ايه اشعه مقطعيه. انا طلبت منك في الاول اول ما جيت شرفتينا ان احنا نعمل اشعه مقطعيه اللي هي بتبين لي شكل المكان اللي هحط فيه الزرعه من قبل ما من غير ما افتح ما اضطرش افتح اللسة او اعمل فتح بالمشرط او خياطه. هنا اول حاجه انا عندي اللي هي الحته ديت ان انا حضرتك كنت بتحتاجي فيها درس عشان يحصل مضغ كويس وما يبقاش الاكل يتبلع صحيح يعني. فطبعا اول حاجه محتاجين انت كنتيش مشغله جنب الشمال فكنا محتاجين نعمل زراعه للدرس. اوكي اول حاجه عملناها ابتدينا نختار السلكشن بتاعنا. اخترنا المكان اللي هنحط فيه الزرعه واخترنا وشفنا شكل العظم مقطعي سي تي كروس سكشنال. يعني بنيجي السوفت وير بتاعنا بتاع الاشعه المقطعيه بيتيح لينا ان احنا نقدر نقيس الطول بالمليمتر والعرض بالمليمتر. وغير كده كمان ممكن كمان ان انا بحط شكل الزرعه بتاعتي واتفرج عليها ان كان شكلها مظبوط والانجل بتاعتها مظبوطه. كل حاجه اقدر اشوفها من خلال السوفت وير. هنعمل ده تكنيكال فلو نفس اكستريجن. البون عملنا سي سي تي. البون بتاعنا عندنا دي 3 مش جود. يعني عندنا اللينس بتاعنا حوالي 12 ملم. الدايمتر بتاعنا 6 ملم. لان البلان بتاعتي ان احنا نحط الدايمتر بتاعنا على الدايمتر بتاعه 4.6 او عرضه والطول بتاعه 10.5 ملم. وهنستخدم معاها فلابلس تكنيك ونعمل ايميديت امبلانت.
ورجعنا مرة تانية بعد التقرير وشفنا النهاردة أن زراعات الأسنان هي الحل الأمثل لتعويض الأسنان المفقودة وكمان المكسورة من داخل مركز بريدج. اتكلمنا في كل ده ضيفنا اللي منورنا اللي دايما بيقدم لنا كل جديد عن زراعات الأسنان دكتور نبيل السباعي الحاصل على الزمالة الدولية لزراعات الأسنان وعضو المنظمة الأمريكية لطب الفم والأسنان وحاصل على ماجستير إدارة المستشفيات. بشكر حضرتك مرة تانية دكتور وكده خلصت فقرتنا. استنونا دايما في قرارات جديدة من طبيب الحياة. كنت معكم مروة مين. أشوفكم على خير وإلى اللقاء. We'll be right back.